مدينة الرستان. السلام عليكم أخي. السلام عليكم. أخي فيك تحكينا شوي عن الوضع الإنساني مدينة الرستان؟ الوضع الإنساني كل شيء مفقود، لا غاز لا مي، المي ما عم نشبحها، المي ما عم نشبحها، لا في مي لا في كهرباء، الكهرباء يعني هذا شيء نسيناه خالص، هذا شيء مفقود، هذا شيء لا تنساه خالص. طيب أخي عم يصير عليكم قصف على مدينة الرستان؟ القصف شيء منه كثير، هذا يوميا كل ساعة كل دقيقة، والقصف دائما عم يجينا من كتيبة الهندسة هون شماليتنا، وفي كتيبة المشرفة، وفي كتيبة الغنطة جسمه الشرقية هاي تبعت المشرفة كمان، من العامرية وكفرون، من كفرون عم يجينا قصف كمان، يعني من طواقين ومن ملوك، من كل الجهات، من كل الجهات كلها حاصرين نحن. طيب أخي نحن مقبلين هلق على فصل الشتاء، شو مجهزين هذا الفصل؟ ثلاث يوم بس ورحمة رب العالمين. طيب أخي شو بتوجه كلمة لبشار الأسد اللي عم يقول إنه مدينة الرستان كلها إرهابية؟ رصاصة بين عيونه. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب أخي شو تتوقع من مؤتمر جنيف؟ ما بتوقع منه شيء خالص، لأنه أنا ما بتفرج على الأخبار خالص، كله كذب. طيب يعطيك العافية أخي. وعلى سلامة.